ماتت الملائكة والإنس والجن والطير وكل ما على الأرض وما فوق السماء إلا ملك الموت يسأله الله من بقي من الخلائق يا ملك الموت. يقول إلهي لم يبق إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الماثر الآن بين يديك. فأقول له الله اقبض روح جبريل يا ملك الموت. فيقبض روح جبريل. من بقي؟ يقول ميكائيل وإسرافيل وأنا العبد الذليل بين يديك. اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت. فيقبضها. اقبض روح إسرافيل يا ملك الموت. فيقبضها. ثم يسأله الجبار جل جلاله من بقي من الخلائق يا ملك الموت. فيقول لم يبق إلا أنا العبد الذليل بين يديك. فيقول له الله مت يا ملك الموت. موت يا ملك الموت. وعندما يشعر بسكرات الموت يقول وعزتك وجلالك لو كنت اعلم ان سكرات الموت شديدة هكذا لطلبت منك ان تعافيني من قبض ارواح العباد.